ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعد هم مصرف الإسلام وهم مستغلين عن بعدي. فكانت شيخو تحية أنت كذب. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. يا محافظ سكاله ما أقول هذه إن قلت سوي معنو قلبت أنه كهد لينا أريد يبدو جزيرة قبل إذا أو قبل قبل إتاقن وحن كتاقنا إن بدن إن أن ندوغين قبل إذا مركا ما توحن قبل إن ندوغو حيري إن بيرو ودانا سو سعطو أفر كذا وجمد إن كخير قادة تمشي قاقر تغيالي سلي أتي الله إتمو ما برنامجك وكنت نزال لكن جهد بدن يود dad badan oo markaas suugi meel ka tashtay waalidiinta walaalahay eelka iyo dalka asxaabta iyo dhammaan dowladda in la duugo gabadheeda sidii aan ku duugeyna gabadheeda insha allah arrimaheedana dadka kasoo qayb qaatay ayaan mahadcelin halka ugu jeedinaya awalan allah subxaanah watacaala thumma dadkii isku xilqaamay dowladda ka mid tahay dowladda soomaaliya قال أهم أحد سرع وويل من حسن الشيخ محمود ثم مدال كل مدال وعلمي هي أمواتي كل الأقصاب وقضي ومن الله الكريم كل ما يواه سميري بارك الله فيك يا الله وحاكو إعلامي أمني قهو شيء قبتن ويجي من كي كيدن وحاكو دور هنا سيدنا مدنك وشاقي إن من رسو قبتو وعلى سو قبتي أنا لا أحب محكمة دي أنا وأنا لا محكمة دي مركا عدالة السوقيني ما أنت كان كندا أو حكم كوان هرني التنفيذ كني وسوي إن شاء الله وقت كده ونبدا بارك الله فيكم مركا وهم هاد علنا ما تكلا قول كحوين ك قبله مركز أو سحل قابل هل أنت عندك جزيرة مرنا بلم إلهي ودور قبلاس إلهي أمر كير وزارة عاصماتك تسجيلات كي استرك بنا الدكفير وهذا يرتقل ويقام طمان وحنا سوكور كرمان مع الانتاس إلهي يا محضلة إلهي أجر كرسينا إن شاء الله إن أجرنا على الله هو وهي وحشي لنا يغاد المال وحنا نقول ما يمال الله أبرك كيرو دوی تان کن کلی نمودانی سرایی دیو علوم دیا کار لین که بدومی مانند جمعه وای جزیره لودوگا واتی هرلاشگی تمام ور فربنا محمد را ولتی در آن دو جهه این که لکر لودوگا تا ولار جعلاده محسن ولار ایل آدم و آه ایادو نسیگی و خصوصیات آه بارک الله فیکم قبلی میشم لودوگینا و سلامتینا سيء رمضان كا وافرت جنة إن شاء الله وشهيد عليه الله أكبر شهيد مرت كلا إن شاء الله وحن هاد بين جذين هنا نمان وريال كده نمان بيديها أنت كيف قاتل وحن كل ما تجذين هذا ما شعب وينها قدا يدي بدا جال إلى هدي بدا جرا نمان دد بدنا ما شو تقولي يا جرو وهلا معنا سادة خصوصي يكتي إيبر لورس إسحاق قامي جزاكم الله خيرا على قراد ما دي قراد كي أتكو كنت على يدي جهاد يا الله لاي ما دا هولا وابدينهن دمان كي أن حسنا كي أن حسنا وما سنتي دمان محل أجي تجاهلين إن شاء الله جزاكم الله خيرا وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد المركورة دمان ومد الصوماليات وحلينا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalmaha waa kala duwan yihiin maalmo waxaan soo martay aad u muruga badan oo aan cabanaynay oo ku dhawaaqaynay qayladaan iyo cabasho aan ahayn alxamdulilaah ilaaha mahad iska leh cabashadeennii iyo maxaa la yidhahdaa dadaalkeennii wax weyn ayaa ka qabsoomay
مركو روح أم هاد علينا هنا جودهان ومد الصوماليين مركا لبعض دولة الصوماليين لما أنتوا وقوه رأي ملحونا ومد قرياش الدولة كل وأم هاد علينا هنا ولا فنيتا يقولها برلمان كي يقولها قصورك لما حلينا وما تنتهي جزاكم الله خيرا وحنا ذكر كعب النيف إن قبك دبعت هذا جيستي لسواق أبدي يقول عبد عزيز قبك دلي حان أنا مجوجة هلا سواق أبتو دولتي أرين كوي أجيبتي وي سواق أبتين عمي أمنيك يا دولة دولة وسكر سارين وأنا لسواق أبتي وحمر الله وتقع بالني إن قرصور كلا جيو الحمد لله يدين واهل كشيء ما أنت وحان بجوجو أهين قرصور كي أو هم شيء سقبصري oo maxaa la yiraahdaa xukunkii iyo cadaaladii soo saaray ee marka waa u mahad celinaynaa dhamaantood ee garsoorka guud ahaan gaar ahaan xar ilaaliyaha ee oo si gaar ah isaga xil saaray in codkeeni iyo dacwadeeni iyaga loogu hadlaan marka waxaan leenaa dhamaantood jazakumullahu khayran waxaan kaloo u mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalka Erdogan oo runtii si fiican uga qayb qaatay hawsha gabadha Luuq Cabdicasiis intaas marka waa mahadcelintii dhammaan intii ka qayb qaadatay hawshan oo wanaag ka sameeyey aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa intaas kadib iclaamkii iyo ogeysiintii odayaasha hore bixiyey waxaan isku raacsannahay kadib markaan ka shuureynay gabadha Luuq Cabdicasiis in la aaso مالك الجمعة هذه إلهي رهضو صبحي سيدات دا صبح نمو حمال الله بساع قبو سكوية قان إن إستال كدك فير جنازة الله سوق يبقلو وما دي سوماليين إليك تقتقنين خياتي علماء الدين كي أهل الشرف كي هوين كا لمان حنو باقينا مركز جنازة دا سينا دا سوق يبقلو وقبل دا سينا سيدة دا سوق عميرو لو بدا الدعيو جنازة دا والدعو دعا دا سينا دا سوق يبقلو dadka waxa la qorsheeyay in laba meel ay ka baxaan qofkii ay ku adagtay digfeer in yimaado isgooyska korontada baabuur baa lagu diyaariyay oo janaasada dadka raacay meesha Soomaaliyeed waxay qaadi doonaa waxaa lagu aasi doonaa deegaanka Jazeera dhul ay waqfeen ama ay bixiyeen Eershe Cabdi Maxaad uu ka mid yahay walaalkeen Cali Cabduqaadir iyo Adeer Maxamed Sheekh Cabdi Maxaad ay ugu yaboheen gabadhaas ay yiraahdeen lagu aaso marka meesha salugu aasi doonaa waxaan leenahay in jazakumullahu khayran marka intaas ayaan ku soo koobayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh